نحن الآن في أرض الإمارات العربية المتحدة، وبالضبط في منطقة سويحان التي تبعد عن العاصمة أبوظبي بحوالي 80 كيلومتر، وتحديدا بمختبر المجموعة العلمية المتقدمة الذي يضم مجموعة من الإشراقات العلمية العربية والمغربية، وعلى رأسهم البروفيسور عبد الحق أنواسي أحد الخبراء الدوليين المعروفين في الطب البيطري، خاصة في مجال الهجن أو الإبل. دكتور عبد الحق أنواسي أحد أبرز الباحثين المغاربة على المستوى العالمي في المجال ديال الطب البيطري، وخاصة في الشق المتعلق بالجمال. دكتور عبد الحق أنواسي، كنشكرك على الوقت اللي خصصتي للمشاهدين ديال أنفاس بريس. نحن الآن نتواجد في هذه القاعة ديال الفحص ديال الجمال التابعة للمختبر ديالكم، واللي هذا المختبر عرف ميلاد واحد العدد ديال الإبل اللي تزرعت فيها الأجنة وكذا إلى آخره. يعني شنو هو القيمة المضافة اللي عطاها هذا المختبر للقطاع ديال الجمال؟ هذا المختبر عنده تقريبا فوق 30 سنة باش بدأ هذا المشروع، وكان المشروع وهو الحفاظ والتحسين السلالة للجمال العربية الأصيلة في هذاك الوقت. فكان الحفاظ عليه لكي يظلوا هذه المميزات، وكنا حارسين لكي ما يكون فيه كروس بريد أو كروازمة مع سلالات أخرى. ومعروف هنا في دول الخليج سلالة السودانية اللي تركض في السباق أحسن من المحلية أو سرعتها أكثر. فكان في البداية وهي الحفاظ على هذه السلالة، ثانيا تحسينها. وجاءت الفكرة بأن هذا التحسين ما راح يكون في الطبيعة، وإحنا عارفين بأن الناقة راح تولد مولود كل سنتين، يعني سنة في الحمل وسنة لازم ترضعها، مش مثل البقرة وكذا لازم هي ترضعها. فخلال سنتين راح تجيب بس مولود واحد. فكانت الفكرة لا، نشوفوا التقنية المعروفة في علم التكاثر ونطبقها عند الجمال. وكان هذا المختبر من أول في العالم اللي طبق زرع الأجنة. فالناس كثير عندهم ما بيعرفوا شو زرع الأجنة، بعض المرات شو التلقيح الاصطناعي، وشو الفرق ما بيناتهم، وفي فرق والفرق يعني كبير. يعني التلقيح الاصطناعي الكل بيعرفه، واحنا عارفين الحين حتى عند مربيين الأبقار وهذا ما بقاش عنده التور حاطه وداك الشيء، تتصل في الانسيميناتور ولا هذا تيجي وتعطي الإبرة. هذا هو التلقيح الاصطناعي، يعني وهي الحصول على موالد من طور معين او من جمل معين، الفحل جميل، الفحل جميل وهذا، والكل يستفيد منه على طريق الإبرة. اما زرع الأجنة لا، شويه معقده، وهي راح نحصلوا على مواليد من ام واحده، عده مواليد، مش مولود واحد ولا اثنين، ولكن الاب كذلك يكون مختلف. فهمت؟ لان كل دوره شهريه راح هذا الجمل راح يجتمع مع اجتماع او تزاوج مع بعير معين، وهكذا هذه الناقة راح تنوخ كم من بعير، ممكن تنوخ على 6-7 في الموسم. واذكر تقريبا في 2000 او 2002 في ناقة كانت كثير مشهورة على صعيد الخليج هنا في السباق، وكان اسمها السمحة، فجابت لنا 24 مولود في سنة واحدة، وموش 24 مولود مفطومه، يعني اللي سوفراج. ولكن هنا اللي سمعتي غنقاطعك دكتور، يعني على مستوى يعني قبل بروز هذا العلم ديال التكاثر كما تفضلت بالشرح، يعني النوق والجمال كانت تعيش الحياه الطبيعيه، وكانت الناقه كما قلت يعني في عامين كتربي يعني ناقه يعني مولود واحد. الان يعني بامكان الطب والعلم ان يفرغ لنا العشرات من هذه المواليد ديال الجمال، واش هذا ما غاديش ياثر على السير الطبيعي لتناسل
واستمرارية هذا الجمال. بالعكس، شوف أنا قلت لك خلال 30 سنة كان في بعض النوق اللي في حياتهم ما خلفوا ما ولدوا، يعني عاقر. لا، احنا بهذه التقنية ما بنخليهم يولدوا، لان احنا ناخذ الجنين عمره 7 أيام 8 أيام ونزرعه في حاضنات اللي راح تربي، وهي كناقة بتضل خلال 25 أو 30 ساعة إذا طلعت عليها وشفتها بتقول هذه لسه بكرة، يعني باقي صغيرة. وأنا ممكن أعطي المثل، الإنسان بنت اللي ما بتخلف اللي ما ولدت ماشي بحال المرأة اللي ولدت 6 ولا 7، يعني تكبر في العمر. فهذا بيحافظ هذه التقنية على نظارة الناقة يعني. وصحتها وهذا بتحافظ عليها. وعلم خلال تجربتكم يعني شحال ديال المواليد التي كان هذا المختبر الفضل في إخراجها إلى حيز الوجود عن طريق هذه التقنية؟ شوف يعني تقريبا يعني. تقريبا شوف أنا بقول لك وصلنا سنة من السنوات اللي أنتجنا 1200 مولود بهذه الطريقة في سنة واحدة. فأنت ممكن على 30 سنة ففوق 20,000 مولود اللي كانت على طريق زرع الأجنة. ولكن هذا زرع الأجنة المبادرة تتم من طرفكم أنتم كمختبر أم من طرف يعني المالكين ديال النوق والجمال؟ كيف تتم هذه العملية؟ والله ممتاز هذا السؤال، لأن أول ما بدينا في هذا المشروع الناس ما كانوا مصدقين وهذا، وفي مثل مغربي يقول لك ليس الخبر كالعيان، يعني عندما تشوف ماشي كالواحد آخر. فأول ما بدينا في التقنية الناس ما كانت متقبلة كثير، فتقول لك لا مش طبيعي، مش مش هذا ماشي طبيعي وهذاك الشيء. ولكن فاش انتجناهم وكبروا ما شاء الله وكانوا طبيعيين، يعني خلال انا ولا مرة شفت مولود جا مشوه او شيء، ودخلوا للسباقات وربحوا في السباقات، الحين صاروا المربيين هم تيطلبوا هذا المركز باش يعمل لهم. ولكن هذه المسألة هذه ديال التحفظ أو تردد ديال الرأي العام في تقبل هذه المسألة هذه، ألا يمكن تفسيره بواحد تمثل ديني عند عموم المسلمين والعرب في الآية الكريمة التي تقول أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ربما يعني الناس يعتقدون بأنه راه هناك أسرار يعني تحوم حول هذه الناقة أو الجمل لا يمكن للطب أن يصل إليها. صح، هو ما وصلنا لكل شيء، فهمت؟ الأطباء وهذا لسه ما روعه. وفعلا في أشياء سبحان الله، يعني أنا يعني في ميدان الولادة تلقيح اصطناعي أبسط طريقة اللي مطبقة عند الغنم والبقر والجميع والكلاب الله يعزك والقطط وهذا، إلا عند الجمال يعني تنجح. لم ننجح فيها، الله سبحانه وتعالى كان مثل إعجاز في ذاك الوقت، لأن في ذاك الوقت كان الخيول كان الغنم كان الحيوانات الأخرى، وكان اختص بالإبل بالضبط. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وفي جميع المجال يعني عند الجمل كل واحد بيبحث في شيء بيحصل شيء غريب، يعني هذا الجمل ما عنده دورة شهرية يعني، فسبحان الله مش هو عايش في الصحراء، فالله أعطاه هذه المميزة ما عنده دورة شهرية. شو يعني؟ يعني ما راح يبيض، فالبيضة عندما تنتج وتكون جاهزة ناضجة باش تطل الناقة وخاصها البعير، والواحد راح في الصحراء ما فيه بعير، فتظل ماسكة هذه إلا أسبوع تقريبا أسبوع حتى تحصل البعير وتزاوج وتول. مثل عند الأبقار، لا إذا طلبت الثور في الصباح وما حصلته في المساء راحت الدورة كلها. فسبحان الله، ممكن نتكلم كذلك على كيف يعيش هو في الصحراء بدون ما يشرب الماء لمدة 40 يوم، مدة شهر شهرين، لأن في أشياء ممكن. شفت كم من دراسات على البول الله يعزكم، لأن عندما بينقص ما بيطلع كثير، إذا نقص كذلك يعني الجفاف عند الإنسان نقول إحنا في 7% 8% خلاص بالخطر، ممكن هو بيتحمل 20% هذا، لأن حتى الكرات الحمراء هذه بيصغرها وبيخلي الماء يطلع. فهذا كله معجزات، فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن.
السؤال كذلك في محله فعلا. لو ناخذ المغرب، نعم. المغرب الشمال كله تقريبا ما في، ما ظل انقرض الجمال، في الجمال موجودين جمال من نقول ميم ونتنازل، وهذا من قلعة سراغنا شوية ونتنازل، نعم. فعلا لأن هذا فما نقدر نقارنه مع الخليج. فالخليج كذلك مش محتاجين الجمل، ولكن هذا الجمل عاش في هذه الأيام مع البدو مع كذا، فعندما صارت الحين الحياة الرفاهية وكذا وهذا، نقوله رجعوا الجميل لهذا الحيوان. فكيف رجعوه؟ وهي عملوا السباقات، وهذه السباقات الواحد عندما يدخل ويشوف ما شاء الله ردت كثير على أصحابه، يعني الواحد اللي عنده جمل وربح بيربح سيارة، سيارة بسبعين مليون ثمانين مليون، بيبيع ميتين مية وخمسين مليون، فصار كذلك مصدر الربح. مثل الخيول، الخيول في هم كذلك في الريس وهذا في لاكورس وداك الشيء تربح، فنفس الشيء من ناحية الجمل. ولكن ما ننسى لأن هذا الجمل، هذا المخلوق راح يكون عنده فائدة كثير، وحاليا فيه كثير. يعني لو ناخذه، أنا هذاك اليوم شفت منشورة في أوروبا 20% من الأطفال اللي عندهم سنسيبيليتي لاكتوز، عندهم يشرب الحليب ديال البقرة ولا شي حاجة تضره، فالحين توجهوا الحليب البوش، حليب الجمال. هنا في الإمارات فيه مراكز للتجفيف، يجفوا الحليب يكون بودر باش يصدروا للدول. تأسيسا على هذه النقطة دكتور، يعني في المغرب مثلا، يعني ليست لنا سباقات ديال الهجن مثل ما هو موجود في دول الخليج، ولكن لدينا نصف الأقاليم الجنوبية ذكرتها من واد نون إلى القرقرات يعتمدون في حياتهم على الجمال. لماذا لا نستغل نحن يعني هذا الوضع من الناحية الغذائية، من ناحية اللحوم، لتحقيق واحد الاكتفاء على الأقل غذائي خاص بنا؟ لماذا في المغرب ليس جمل حاضر في السياسة أو في الرادار العمومي؟ أنا زرت كم من مرة مناطق العيون وهذا، ورح ومشيت مع المهاري وهذا، ففعلا تحصل الواحد عنده 200 أو 300 راس ومطلوق، ما بيجيب لها لا ماكلة ولا شيء ولا هذا، فهذا فيه منتوج راجع. ولكن لو ناخذ هذا القطيع اللي فيه 200 ولا 300، أنا متأكد بأن فيه 50 ولا 70 ناقة من هذا لا تصلح، لأن ما ولا مرة شدها ولا فحصها ولا شافها، وما في تسجيل واش ولدت ولا ما ولدت ولا كذا. فممكن كثير بهذه الطريقة نغيروا المسار تاع الجمال اللي عندنا في الجنوب. يعني كخبيرة دكتور، يعني المغرب يعني في حالة ما إذا أدخل الجمل في الرادار العمومي، يعني ما الذي سيربحه المغرب؟ والله شوف، فيه كانت في تجربة على نواحي العيون اللي كانوا يبيعوا الحليب، كان يجيب كل واحد ناكته وداك الشيء وبيبيعوا كذا، وكان عليه طلب كثير يعني لهذا. ثانيا الجمال اللي عندنا في المغرب تعطيه 5-4-6 لتر، يعني احنا الحين بهذه التكنولوجيا وهذا الطريق لازم نروح لاميليوراسيون جينيتيك باش نوصلوا هنا في الخليج، وهذا واصلين على 25 لتر 26-27 لتر للناقة واحدة. وإذا رجعنا 50 سنة وراء كان نفس الشيء اللي طبقت عند الأبقار، عند الواحد عنده بقرة اللي غير هذه شوية قال لك لا جيبوا الهولشتاين، جيبوا الفريزون، جيبوا كذا باش تكون هذه الاميليوراسيون جينيتيك. فاحنا نفس الشيء لازم نعملها في الجمال، لأن الجمال شوف المناطق الصحراوية وهذا ما نقدروا ندخلوا عليهم البقر وداك الشيء، لأن ما راح يتأقلموا وكذا، فلازم الجمل يظل، ولكن يكون في، يعني أنا بعطي مثل، ممكن كل سنة ما عارفش، أنا عندي معلومات تكون مسابقة سنويا، شكون اللي عنده هذا ناقة أحسن ناقة وأحسن من كم تعطي الكمية وهذا، لا نعطيه الجائزة وهذا، وهذه نهتموا فيها من بعد باش نكاثروها التكاثر.
بطريقه غير مباشره انه يحسن المدخول والمستوى المعيشي ديال الفلاح في الاقاليم الجنوبيه. ثانيا لو ناخذ المناطق الصحراويه، مش كل واحد عنده ثلاجه. نعم. مش كل واحد عنده هذا. في الحليب سبحان الله تاع الناقه يضل هذا بتشربه، يعني ما كاين ما يضركش. انا مره شربت حليب ديال هذا الناقه اكثر من اسبوع. بدون تحفيظ بدون باستوريزاسيون وداك الشيء. لا كان في الثلاجه ولكن ما كان في باستوريزاسيون. ما تقدرش تعملوا هذا في البقر. شفتوا العيون الصباح بيحلبوه بيضلفوا حد تحت واحد السدره ولا شي حاجه وكنا نشربوا النهار كامل. ما تقدرش تعملوا في فالجمل لا ضروري لازم يضل في مكانه. واحد الملاحظه هو انه انت يعني حياتك المدرسيه والجامعيه بنيتيها في المغرب، لكن من بعد مشيتي استقريتي في الامارات وخديتي هذا المسار ديال البحث العلمي في هذا الباب. يعني واش انت اللي اختاريتي الامارات ولا الامارات اللي اختارتك؟ والله في الواقع الامارات اللي اختارتني. يعني كيف دكتور؟ كيف وقع يعني هذا يعني هذا التراضي ما بينك وما بين الامارات؟ انا كنت خريج من معهد الحسن الثاني للبيطره بالرباط، وبعد ما تخرجت تعينت استاذ جامعي. نعم. وكان لازم اعمل دكتوره الدوله باش تطلع استاذ. فعملت الدكتوره عملتها في فرنسا. اصدقائي في هذاك الوقت كلهم راحوا على امريكا، كان فيه مشروع في مينيسوتا، انا الوحيد اللي رحت لفرنسا. اي جامعه؟ رحت لليونيفرسيتي باريسيس. وفي هذاك الوقت سبحان الله ضايقت نفسيا، شو هادو رايحين لامريكا وانا رايح لفرنسا علاش؟ فكان الاستاذ اللي كان معايا في جامعه الحسن الثاني كان فرنسي، فقال لي لا لازم تجي لفرنسا. فقلت له نمشيو لفرنسا، علاش غنخدمه؟ قال لي نخدموا على الجمال. قلت له فين الجمال؟ ما في جمال. في جمال وداك الشيء. لا قال لي انا عندي فكره وهي غادي نخدموا على الهرمونات اللي انا مش معروف. هرمونات، فكنت نمشي للعيون وكنت ناخذ المخ. الان في اي سنه تقريبا؟ هذه كان في 86. وكنت نجمع ليبوفيس، هذا المخ ليبوفيس صغير، كنت نجمع 1000 ونروح في الطياره وهذا. وعملنا الهرمونات باش نعرفوا شو هذه الهرمونات بالنسبه للحيوانات الاخرى. وخلال 4 اشهر توفقت الحمد لله ونشرت منشوره في بيبليكاسيون في واحد هذا. وكان في شخص من هنا من دوله الامارات شاف المنشوره، اخذ طياره وجا لباريس، جاني لباريس وهذا، وقال لي بان عندهم جمال وهذا، واش تجي تشتغل هنا؟ لا تعمل تجربه، هو في البدايه اللي تعمل تجربه وهذا. فقلت له اوكي، معرفه الناس وكذا وجيت. ومن بعد شو كانت هذه الهرمون احنا اللي طلعناه بتكثر البيض، وهما باش يكثر البيض باش نديروا زرع العجينة. وما اصطدمتيش بعراقيل داخل الامارات على مستوى مثلا توفير الامكانيات، توفير يعني المعدات العلميه، تجهيز المختبر الى اخره؟ لا الحمد لله. الابحاث ديالك؟ لا الحمد لله، اول ما وصلت كانت كل شيء مفتوح، يعني الواقع هذا فهمت. وعندما نجحنا التجربه وهذا طلبوني باش نجي، وجيت اعاره، يعني تعرف على السيستم هذا. كانت في رساله للمعهد الحسن الثاني وهذا، وجيت عارة على البلد واشتغلنا الحمد لله، وجبت شباب غيري، هذو المغاربه اللي تشوفهم، وهذا هو الامتياز. علاش ان الفريق كله مغربي، لا البياطيره ولا التقنيين؟ يعني شنو هي الخاصيه اللي خلات يكون الفريق كله مغربي؟ فعلا الفريق كله مغربي، فكنا حريصين باش يكون الفريق مغربي او حتى عربي، يعني ما يكون، لان للاسف فيه شويه عقده عندما يكون واحد اجنبي. تقصد اجنبي اوروبي؟ اوروبي امريكي استرالي، نعم. اي مهم مش عربي، فكل شيء بيقول بان هذا الاجنبي هو اللي جاب الافكار هو اللي كذا وهذا. فالحمد لله لا، كان فريق مغربي عربي، وحتى التمويل يعني فضوني سيزار سكابارتين سيزار، نعم. حتى التمويل يعني البصمات ديال الامارات يعني في التمويل لفتحه المجال. وهذا اللي خص بعض المرات للاسف للسيونتيفيك العلمي
اللي ما بيعطيه مجال باش ينتج اللي عنده. نعم. فهمت؟ فبي يرتبط بالإدارة. وشنو جاب وشنو اللي خلى الإمارات يعني تتميز على باقي الدول العربية في كونها احتضنت العلماء والباحثين ومولات الدراسات ديالهم؟ شنو الفرق ما بينهم وما بين باقي الدول العربية؟ علاش؟ شنو الوصفة؟ شوف كإمارات ما في دولة مثل الإمارات. شوف الإماراتيين الحين كمليون هما شخص، والإمارات كسكان 11 مليون تقريبا. فأنت تشوف نسبة المواطن الإماراتي بالنسبة للسكان، نعم، يجوز 10% تماما، 8 ولا 9%. فهي خدات الخطة الإنتاج يعني ما وما ميزت يعني لو ميريت ما ميزت لا من عربي ولا هذا شعارها لو ميريت نعطيك هذا تقول لك أنا بدي إنتاج. نعم نعم، بنحاسبك على الإنتاج ما بنحاسبك على تصرفاتك. أنا في هاد 30 سنة وأنا موجود ولا مرة أحد جا قال لي لما جيت على الساعة 8 ولا الساعة 7 ولا الساعة 2 ولا. ففي في الإنتاج. نعم. وهذا مش غير في الجمال، أنت ممكن تنظر في أشياء كفة القطاعات في القطاعات أخرى. نعم. يعني أنا حتى تفاجأت، شوف فجيت أنا في هذه 30 سنة الناس تفكر بأن المدخول البترول بأن الخليج بأن في دولة الإمارات لا، مش الدخل هو الأساسي والبترول. ما نتذكر بالضبط ولكن ما بيفوت 20% ولا 30% من الإنتاج. ففي أشياء، فهذا أنا إذا قارنت مع المغرب فلازم العلمي أو هذا يأخذ شوية حرية ما يرتبط بالإدارة. نعم. أنا أتذكر فش كنت في الإدارة، إذا بدك تروح بس تعمل زيارة أو تفحص ناقة وهذا لازم دير لودر دي ميسيون وعلى واحد ماكينة بيروقراطية ثقيلة، يوقع هذا ويوقع هذا ولا ما في تمام. نعم. خلنا نقول أنا علاش غادي نمشي هذا. فلو كانت فيه الحرية لا، والمغرب ما شاء الله. نعم. في مؤهلات. نعم. في فلوس في كل شيء يعني، ولكن بس هذه تكون يعني أطلقوا صراح الباحث ليشتغل بكل حرية. نعم. ونذكر الحسن الثاني الله يرحمه قال اللي بربح المعركة مش هو القوي، هو اللي بيضل دايما. نعم. يعني فعلا الاستمرارية فعلا. يعني أنا عملت تجربة وما نجحت ترجع عملها وهذه فتنجح. وفي إطار هذه التجارب يعني هناك واحد المسألة شائعة في المدن المغربية خاصة في الدار البيضاء وفي الأحياء الشعبية، أن البعض يأتي بناقة ويرابط في زاوية معينة، زاوية شارع أو قرب مسجد، ويرفع شعار مكتوب في الحيط ولا بلون كارت بأن البول ديال البعير كيعالج السرطان. يعني إلى أي حد يعني هذه المسألة يعني صحيحة؟ ما الذي يسندها؟ والناس يقبلون يعني على هذا الوضع، يشربون البول ديال البعير ظنا منهم أنه يشفي من السرطان. يعني أنت كمتخصص وكطبيب بيطري، ما مدى صحة هذه المسألة هذه؟ أنا عجبني كثير سؤالك. أنت قلت الحين بيجيبوا الناقة ويخلوها بجنب مسجد يعني باش يعملوا السبب الدين. هو فعلا في حديث نبوي ويتشافوا ببول البعير في ولكن علميا يعني كيف تشافوا ببول البعير؟ يعني شنو هي الأمراض التي يشفيها بول البعير؟ شوف علميا حتى الحين في دراسات كثير صارت في السعودية، والواحد يدخل في الانترنت ويشوف وذاك الشيء بدهم يشوفوا شو اللي موجود في هذا المكونات. فهمت؟ حتى في بي اتش دي انا قريت مرة سعودية اعتقد اسمها شمسة شيء ما اتذكر اسمها بالضبط. فانا في نظريتي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في هذاك الوقت عامر فكان شروط غير عن اليوم، كان المرأة وكان في المدينة المنورة وكان لازم تكون بكرة مش ناقة كبيرة مش بعير، يعني بكرة معينة. أنا في رأيي في هذاك الوقت كان فيه بعض النباتات وممكن موجودة الحين، وكان تغذى بهذه النباتات. نعم. وكان تعرف عندما تغذى الحليب يجي من الجسم وكان يكون فيه هذه المواد. نعم. وفعلا في علاج السرطان، ولكن مش سرطان اللي متقدم انتشر في الجسم وكذا، يعني كبداية. وانا بعطي نصيحة للناس يعني هذا الناقة البعير اللي جابوه وتشرب منه، أول شيء لازم تفحص
واش فيه شي امراض ولا هذا، معروف الامراض عند بحال بروسيل هذه الحمى المالطيه الله يحفظ، ما بعرف واش تكون فيها ولا ما تكونش فيه. المهم على الامراض. ثانيا شو هذا البعير، هذا البعير كانت ياكل، شوف واش تجيب له الفصه ولا تجيب له تماما في كان سرح. نعم ما غادي يعطيكش دوك المواد اللي كانت موجوده. واهم شيء من هذا الواحد مرض، احنا في القرن 21 ويروح للطبيب ويفحص وهذا يدير لي زاناليز تمام. الطبيب يقول لك الوضع عندك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ودير داك الشيء المعجزه عند الله سبحانه وتعالى، جرب هذه ولا ما جرب. ولكن في الاول لا، قطع اليقين من الطب. ربي عطانا العلم وما اوتيت من العلم الا قليلا، يعني عمل الطب. وعندما تدير الفحوصات هذا روح تشرب هذا البول ولا هذا. نعم دكتور عبد الحق انواسي باسم هيئه تحرير انفاس بريس، اود ان اشكرك على استضافتك لنا وعلى الوقت الذي خصصته لمتابعينا، على التوضيحات التي قدمتها، ونامل ان نلتقي معك في فرصه قادمه لتوضيح اخر وبحث وتطوير اخر.